السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كل متتبعي قناتكم قناة الصدقة الجارية مع الزمورية، فأهلا وسهلا بكم في بيتكم في منزلكم في قناتكم في هذه الصدقة المتواضعة التي وضعناها ننال منها كلنا الأجر والثواب. فلست وحدي أنال الأجر، بل أنتم كذلك لكم الأجر والثواب إن شاء الله، لكم الأجر والثواب بكل مشاهدة لكم، بكل إعجاب، بكل تعليق محفز، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فهذه ليست قناتي بل قناتنا جميعا، هذه قناة لحصاد الخير والمعرفة، لتبادل الأفكار، لجني الحسنات. هذه القناة إن شاء الله ستكون قنطرة إن شاء الله نعبر بها إلى بر الأمان. هذه ستكون إن شاء الله قنطرة لليل الخير، لجني الخير إن شاء الله تعالى. بلا شك شفتوا هاد الشيء، هادو القشور ديال الخضرة، الخضر اللي عندنا القشور ديالها بلا شك ها هي، غتستغربوا وغتفاجئوا. القشور ديال الخضر تارة كتلقى بعض الخضر القشور ديالها مفيد اكثر، القشره كتلقى فيها فوائد كثيره اكثر من اللب اللي كيكون داخل، اكثر من الخضره بنفسها، لذلك فيها فوائد كثيره ما بغيش نتكلم لكم عليها، ما بغيش نطول عليكم بزاف. ان شاء الله تعالى ممكن بلمسه في الهاتف ديالكم تلقاو وتكتبوا الفوائد ديال قشر الخضر، غادي يخرج لكم تبارك الله صفحات طويله 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 اللي كتهضر على الفوائد ديال هاد القشور ديال الخضر، اللي غنيه بالالياف وغنيه كذلك بالاكسده ومفيده للقلب وبعض الامراض السرطانيه. هذه انا قلت لكم هاد النقط الخفيفه، لذلك ان شاء الله تعالى غنحاول نخدمها معكم، زياده على انها كتنسم الفوائد اللي فيها، وزيادة على انها كتنسم الطبق ديالنا. هذه غتكون ان شاء الله منسم من المنسمات اللي كنقومو به الاطباق ديالنا، الاطباق ديالنا. هاد القشره اش غنقول لكم، هاد القشور فيها قشور ديال الفلفل، ها هو فلفله حمراء، ها هي فيها قشور ديال البطاطس، بطاطي فيها، القشور ديال الخيزو، الجزر، كاروتي، لي كاروت، ها هو فيها كذلك قشور ديال اوراق ديال اوراق ديال المعدنوس، فيها كذلك اوراق ديال الكرافس، فيها كذلك البسباس، فيها كذلك هاد الشعر ديال البسباس، يعني فيها اللفت كذلك، فيها اوراق البورو، ها هما يعني شامله وكامله اختي. الفكره ممكن ان هاد الخضر كامله، نهار اللي تبغي طيب لك السحنه معروف عندنا تبارك الله كسو كنديرو فيه سبع خضاري، ديك القشره ديالها حاولي انك ما ترميهاش، بعد ما تكوني غسلتيها مزيان، نظفتيها وغسلتيها مزيان، ديريها تجفف تنشف، تجفيف باللغه العربيه ماشي جفاف ديال الارض، تجفيف. اما ديريها في الشمس مده 3 ايام الا كانت عندكم الشمس حاره، حنا ما عندناش الشمس. ها هي خدي درتها، ملي كندخل الفران كنطيب شي حاجه، ملي كنكمل كندخلها كتبقى في الصهد، ها هي تيبس ليا كلها. ها هي ديك القشور كامله راه فيها واحد الفائده، مهمه جدا 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 جدا، لذلك بغيتك انك تستافدي منها وتقومي بها وما تضيعيهاش. راه تارة كتلقاي كتلقاي الخضره فوائد كثيره فيها في القشره ديالها اكثر من 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 الخضره نفسها، في القشره ديالها كتلقاي فوائد كثيره، لذلك انا غنعملها منسم، غتعطيني لذة الاطباق، منسم لذة الاطباق، لذة الاطباق، سواء الطويجنات ديال اللحم او ديال الدجاج، او سواء طويجنات كذلك بلا لحم بلا دجاج، راه كيجيو لذاد وكيجيو واحد المذاق
رائع. ها هي انا خديت هاد شويه، غناخذ ان شاء الله نطحنه باذن الله، وغنزيد عليه التوابل، بعض التوابل، وغنتلاقاو ان شاء الله تعالى. ها هي بعد ما طحنتهم غناخذ نغربلهم، وهذا الشيء اللي غادي يبقى لي غنعاود عاوتاني نطحنه ان شاء الله تعالى. بسم الله على بركة الله، واحد الرائحة خارجة منهم، ما نعاودش ليكم رائحة في الحقيقة، رائحة زوينة بزاف عاد، يعني هذه ملي غتنسمي بها الطويجين ديالك ولا داكشي اللي غطيبيه، صدقي صدقيني اختي راه غادي يجي لذيذ بزاف 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 بزاف، وغادي يسولوك الناس ويقولك اشنو هو السر ديال الحداقة ديالك واللذة ديال الأطباق ديالك. غنعاود عاوتاني نطحن هادشي ونتلاقاو. ها هما بعد ما طحنتهم غنزيد فيهم معلقه معامرش بزاف ديال التوابل ديال اللحم، ها هي غنزيد فيهم نص معلقه ديال سكينجبير، غنزيد فيهم تقريبا نص معلقه ما كاملاش ديال الخرقوم البلدي، غنزيد فيهم شويه ديال بابريكا حاره، وغنخلط هاد العناصر ديالي كاملين. بالنسبه للبزار والملح، البزار الاغلبيه الزوج كيديروا في الطبق ديالو، وغناخذ هاد العناصر ان شاء الله كلها وغنخلطها. ملي غتخلط عندي هاد النواشف كامله، واحد الرائحه خارجه منهم زكيه رائعه، والله الا كتستحق التجربه اختي. ما غتمحني ما والو، ان شاء الله غنجربيها، لان الخضره القشور هذا كترميهم، حاولي تستافدي منهم، صحيا ولذ الاطباق والصحه. ها هما بعد ما خلطتهم هادو ان شاء الله غنبقى نستعملهم ان شاء الله تعالى في قرعه تكون نقيه مزيانه، غنبقى نستعملهم ان شاء الله في جميع الاطباق ديالي، فيما نبغي نطيب طويجين، فيما نبغي شي حاجه نديرها غنسمهم، غندير منسم بهذا الشيء. يكفي تبارك الله ان فيه كلشي، فيه القشور ديال الخضر كامله، في تكادم الخضر ديال ليشو، في كلشي، جميع الخضر اللي عندي هنايا ديال البسباس ديال كلشي، خيزو اللي ما كانش عندي راني شريته، جميع هذيك القشور ان شاء الله. وزدت عليهم المعدنوس، وزدت عليهم كذلك الكرافس، زدت عليهم شويه الحبق، وصدقوني راه واحد الرائحه خارجه منهم فواحه. ها هما واحد الرائحه فواحه، هادو ان شاء الله غنعاود نسخنهم عاد غنطحنهم، هادو اللي غنبل تبقاو ليا غنعاود ان شاء الله نسخنهم مزيان عاد غنطحنهم ونخلطهم في هاد القرعه وغنسدها مزيان. هادو غنبقاو عندي في بلاصه التوابل، غنزيد الملحه صافي، الملحه بوحدها اللي غنزيد، وزويته ان شاء الله. وصدقيني جربيها اختي، الله 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 يجازيك بخير اللي ما جربيها، غتشوفي الطبق ديالك غادي يولي عنده نكهه ولذه مغايره مخالفه، وغتحاربي عده امراض. ها هي لذلك اختي حاولي، فيها حتى القشور ديال الدنجال، يعني فيها الخضر ديالنا اللي عندنا كلنا ديال الجرده اللي كتسبق لي درت لكم معها اطباق، كلها القشور ديالها هادي استعملتها، راها مفيده. دخلوا وقراو وشوفوا الفوائد اللي كاينه في القشره ديال الخضره، عاد كتزيد اللذه والبنه، صدقوني راه ما غاش تخطاكم. واللي جا غادي يقولك اشنو هو السر ديال الطياب ديالك، وشنو هو السر ديال 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 الطبق ديالك اللي كيجي لذيذ وكيخلي الوليدات ياكلوه كامل بواحد الشراهه وبواحد الحب. نتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم يعجبك اختي ويروقك وتجربيه،
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اختي درت منها شوية في الحوت، الحوت طيبته فقط طاجين، اختي درت منها شوية، جا واحد المذاق روعة، نسيت ما سجلتهاش لكم مني زدتو، جا واحد المذاق روعة، طاجين ديال الحوت عادي ان شاء الله، ونشاركم نيت غدانا تشوفوا. ديجا طاب ديجا، ونسيت ما وريتوش لكم للاسف، راه عنص معيلقة، راس معيلقة بحال هكا، انا راه كيعطي واحد اللذة، راس معيلقة بحال هكا راه كيعطي لذة، نص معيلقة نص معيلقة صغيرة راه كيعطي واحد اللذة. انا قلت لكم راني غنديروا لكلشي، يعني نديروا الحوت الدجاج اللحم لكلشي، نتوما اللي عندكم تقويم ممكن بغيتوا تفرقوا فرقوا، نديروا تابلة حتى شي حاجه، نديروا على الخضيره بوحدها راه كيجي جد رائع. بغيت نشارككم غدانا بحكم انه بالحوت حوت بالخضره عادي بالفلفله بخيزو مطيشه، ولكن العجيب والغريب ان عندي واحد النجاله كانت كدور عليا، درتها طيبتها ما حطيتهاش للزوج لانه طلع لي في الراس النجال، حطيت هادي انايا وقلت غناكلها ومن بعد نعطيكم. المهم الذوق ديالها ذقتها مذاق جديد، لان طلق فيها داك الحوت راه النوع ديال السلاموني، السلامون طيبته طاجين مع الخضره، ها هو مع فليفلات مطيشات. هو نعري لكم تشوفوا الحوته، هذا النص ديالها الحوته، ها هو راسها، ها هي. المهم طيبته طياب عادي، طياب ديال الطاجين عادي. هذه البطاطا نسمتها بالمعدنوس ودخلتها الفران مع الزيت البلديه وشويه ديال الثوم بودر، وهذا هو غدانا. قلت نشاركوا معاكم، لما لا نشاركوا معاكم داكشي اللي قسم الله. انا دائما كنكون فرحانه ملي كيكون الحوت، واخا بارفوا ملي كانت عندي الجرده وكنت كنصاوب في داكشي ديال الخضره كانت يجيبوا لي الزوج كنت شويه كندير، لانه كيبغي الخضره خاصها تصاوب وتقاد وكلشي، ما تكونش فيها ريحه الحوت لا والو، ملي كيجيبوا لي هو كي الحوت عرفتو كيشد حتى هو شويه الوقت وكلشي. المهم هو الطواجين ديالنا عادي، خيزو شارينو ما ديالناش، وهادشي كلها راه الحمد لله الخضر ديال الجرده، الحمد لله والشكر لله. هذا هو الغداء ديالنا، شاركته معنا، نتمنى من الله ان شاء الله ان الفكره ديال الدنجال تروقكم. دقتو جاني الليل، حنا دائما كنديروا خيزو بطاطا، انا بطاطا قلت لا ما نديرهاش بحكم انا درت الدنجال، قلت بطاطا غنديرها في الفران، جات منسمه وجات بنينه مع الزيت الزيتون البكر ومع المعدنوس جات رائعه. مولفة كنديرها بالحبق، هذه المره درتها بمعدنوس بحكم انه حدايا كثير قطعت منه كثير وحطيته، قلت ناخذ نديرو بها، ها هي كتجي رائعه. نتمنى من الله ان شاء الله ان تنول اعجابكم، ولما لا تجربوها.